بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة رئيس الجمعية العمومية، سعادة السيد رئيس المجلس المنظمة، سعادة الأمين العام وممثلي المنظمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أعبر عن سعادتي بالتواجد معكم في اجتماع الجمعية العمومية 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي، التي تبذل كل الجهود لتطوير أسس وتقنيات الملاحة الجوية والتخطيط لها، وكذلك تطوير صناعة النقل الجوي لضمان أمنها وسلامتها ونموها، حيث تعد هذه الصناعة إحدى المحركات الأساسية والعوامل المساعدة الهامة نحو توفير سبل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي والازدهار الاقتصادي بشكل عام. الحضور الكرام، قطعت دولة قطر خطوات كبيرة ومدروسة لتحقيق تقدم ملحوظ في قطاع الطيران المدني من خلال بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق التنمية المستدامة وتلبي المعايير البيئية العالمية، إلى جانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير مسارات جوية آمنة بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030. ولطالما التزمت دولة قطر برسالة منظمة الإيكاو ومبادئها، فضلاً عن تعاونها معها في العديد من المجالات. وتعد قطر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بإصدار مواد إرشادية تتركز على تطبيق معايير الأمن السبرالي للتصدي والحد من التهديدات والهجمات الإلكترونية في قطاع الطيران المدني، حيث أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني المبادئ التوجيهية للأمن السبرالي في مجال الطيران المدني، والتي تضمنت المبادئ والمعايير الأمنية لحماية المناطق الحيوية في قطاع الطيران، بالإضافة إلى أفضل الممارسات المتبعة في الأمن الإلكتروني في هذا المجال. ويأتي هذا الإصدار تطبيقاً لتوصيات المنظمة التي تحث جميع الدول الأعضاء على وضع مثل هذه التدابير والعمل على التعاون المستمر وتقديم الدعم في هذا المجال على المستويين المحلي والدولي. كما أحرزت قطر أعلى درجات في تدقيق الإيكاو بمعدل الامتثال يبلغ 99.1 فيما يتعلق بالأحكام الأمنية للمنظمة، وحازت أيضاً على نسبة تطبيق فعالة تفوق 91% في تدقيق السلامة الجوية، وهي أعلى نسبة في العالم، وهذا يشير بوضوح إلى فعالية أنظمة وأمن وسلامة الطيران المدني في الدولة. أما فيما يتعلق بالبيئة، فتتعهد رؤية قطر الوطنية بتحقيق وأهداف وتطوير المستدام والتي حددتها الأمم المتحدة، وتستخدم هيئة الطيران المدني أفضل الممارسات لحد من الأثار البيئية لصناعة الطيران لتحقيق نظام طيران مستدام. تعمل على تطوير خطة عمل طوعية للدولة ليتم تطبيقها العام الحالي. كما قامت الدولة بالشراكة مع المنظمة الإيكاو بإطلاق برنامج المنح الدراسية للطلاب الدول النامية والأعضاء في المنظمة، ففي العام 2018 تم تقديم منح دراسية مجانية للطلاب لمضاعفة وزيادة قدرات الدول النامية على استيفاء المعايير الخاصة بالمنظمة، ومن المقرر تجديد هذا البرنامج العام الحالي لقبول طلاب جدد وزيادة ذلك. فقد قامت دولة قطر دورات تدريبية لأكثر من 2000 متخصص في أكثر من 80 دولة ومنطقة منذ العام 1986، ومنحت أكثر من 400 منحة دراسية للمتخصصين من الدول النامية خلال العقدين الماضيين. وأخيراً وليس آخراً، تعد دولة قطر أحدى أنشط الدول المساهمة في المنظمة، وجاءت في المرتبة 18 بين الدول الأكثر دعماً للإيكاو وفقاً لأحدث تقاريرها، فقد أسهمت بمبالغ من خلال دعم المبادرة التي أطلقتها المنظمة تحت شعار عدم ترك أي بلد خلف الركب، بالإضافة إلى البرامج الأخرى الخاصة بالإيكاو. الحضور الكريم، استطاعت الدولة لعب دوراً كبيراً في صناعة النقل الجوي العالمي، ومن خلال الوجهات العديدة التي تمكنت الناقلة الوطنية القطرية من الوصول إليها، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به الدولة، حيث أصبح مركز ربط رئيسي بين مختلف العالم، فضلاً عن وجود مطار حمد
الذي يعد من أفضل مطارات العالم ويشهد الآن عملية توسعة ليتمكن من استيعاب أكثر من 53 مليون مسافر سنوياً. وفي سياق موازي تحظى الناقلة الوطنية القطرية لدولة قطر بسمعة عالمية لا تضاهى، وتفوقت على ذاتها فيما يخص سجل السلامة، وكانت أول شركة تخضع للتدقيق من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، واجتازت بنسبة امتثال 100% عن كل عمليات التدقيق. إننا نحتفل بالذكرى 75 لتوقيع على اتفاقية شيكاغو، وتفخر دولة قطر كونها جزء من هذا الكيان المرموق، وتشعر بالامتنان خاص لهذا المنظمة. سيدي الرئيس، الحضور الكرام، في الختام لا بد من التأكيد على أن دولة قطر ملتزمة ولا زالت بالمعاهدات والمواثيق الدولية المودعة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، كجزء لا يتجزأ من مسؤولياتها في تنمية الطيران وجزء من سياسة دولة قطر، وأن الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية هو جزء أصيل وموثق في التاريخ القطري. قد لا يعجب البعض، ولكنه مبدأ سنته القيادة الرشيدة للدولة، وملتزمون به نحو الدول الأخرى في المنطقة والعالم. ومن هذه المنصة تدعو دولة قطر جميع الدول الأعضاء الالتزام بالاتفاقيات، وخصوصاً اتفاقية شيكاغو والعبور، وأن لا تكون كشعارات تستخدم داخل هذه المنظمة لتحقيق أهداف وقتية ضيقة. وهذا، وستواصل دولة قطر التزامها بالتعاون مع منظمة الإيكاو لتحقيق أهدافها ومبادئها، بالإضافة إلى مواصلة مسيرة العطاء والعمل وتنفيذ العديد من المشاريع في المستقبل لمواكبة كافة التطورات في قطاع الطيران، الذي يعد من أكثر المجالات والصناعات تقدماً في العالم، وذلك من أجل غد واعد ووطن متقدم يتبوأ في مكانته بين العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.